متابعو منصه اندماج الرقميه الاخباريه، اهلا بكم. اهلا بكم في دوله التشيك. دوله التشيك وبالاخص مدينه الاكس لابور، مدينه الاكس لابور التي اعتاد على زيارتها الاف الزوار لمحبين وعشاق التسوق باسعار ليست باهظه بل اسعار مناسبه لجميع افراد الاسره. هذه المدينة التي اعتاد على زيارتها العديد من الدول المجاورة لدولة التشيك وبالأخص دولة النمسا وغيرها من الدول المجاورة. وهنا يستطيع عشاق الشراء. شراء إيه؟ شراء الأجهزة الكهربائية، الملابس، أي كل ما تحب ستجدونه داخل هذه المدينة التي اعتاد على زيارتها عديد من الزوار. سأكتفي بما أقول ولكن سأترككم لكي تنظرون إلى جمال هذه المدينة وتابعونا في تقارير جديدة. ولم تقتصر هذه المدينة فقط على الشراء، لا، وهذه المدينة أيضا متاعا ومحبة لجميع الأطفال. فهنا توجد أيضا ملاهي مائية وتوجد ملاهي داخلية وخارجية، فما أحلى أن نلتقي مع الأسرة وأن يستمتع بها الكبار والصغار. وكما يتواجد في هذا المكان أيضا العديد من المطاعم المتنوعة. هنا ستجد كل ما تتمناه من مأكولات ومن أكلات إيطالية أخرى. فكونوا معنا في هذه المدينة. وعاوز أقول حاجة كمان، إضافة إلى هذا المكان يوجد ما يسمى الخيمة الصينية. هذه الخيمة تعتاد على بيع كل الأشياء التي تعادل الأشياء الأورجينال أو الأشياء الثمينة ولكن بأسعار ليست باهظة. فكونوا معنا في كل تقاريرنا لهذه المدينة. ومن قلب سوق السلع في إكسكاليبور بتشيك نجد تنوع جميل في السلع والمنتجات بشكل يبهر الزوار والمشترين من مختلف دول وسط أوروبا وبخاصة النمسا، حيث يقع هذا المركز الشراء على مسافة 70 كيلومتر فقط من فيينا، ويحرص على الحضور إليه للشراء أيضا من سلوفاكيا وعدة دول أخرى لعالية الجودة وبأسعار تنافسية ربما تكون أقل من المستويات في دول غرب أوروبا. ولذا اكتسب هذا المركز شهرة أوروبية واسعة ونجح في أن يكون نقطة من نقط الشراء وملتقى محبي الشراء والتسوق من مختلف دول المنطقة.
شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في تقارير إخبارية جديدة من منصتكم اندماج